التعليم العالي تعلن نتائج تنسيق الشهادات الفنية وتحدد مواعيد تقليل الاغتراب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد في قناتكم قناة ترند، قناة الأخبار العاجلة والمنوعات. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات، واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة حتى يأتيكم منا كل جديد. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج تنسيق الشهادات الفنية لعام 2020 على أن يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب التحويلات اعتبارا من يوم الثلاث الموافق 20/10/2020 حتى يوم الخميس الموافق 22/10/2020. وفي إطار رؤية وزارة التعليم العالي اللي بتهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد على التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة، فقد تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور الأول والثاني لتسجيل رغباتهم اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 13/10/2020. وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي منذ قليل، قد تبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريج الشهادات الفنية نظام 3 و5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2020 عن العام الماضي بنحو 15,300 طالب وطالبة. تقدم إجمالي عدد 212,446 طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية 3 و5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين. بلغ عدد الطلاب المرشحين 204,980 طالب وطالبة، وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن. وقد استنفذ عدد 7,466 طالب وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم في ضوء الحد الأدنى المعلن. سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم وكذلك المتخلفين. قواعد تقليل الاغتراب التحويلات: سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب التحويلات اعتبارا من يوم الثلاث الموافق 20/10/2020 حتى يوم الخميس الموافق 22/10/2020. التحويل بين الكليات الجامعية عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي: التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات. التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة. الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي: التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط. التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، لا توجد تحويلات ورقية. التحويل يكون لمرة واحدة فقط. استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات. مثل اجتياز اختبار القدرات تكون المفاضلة بين الطلاب
على أساس مجموع درجات الطالب. التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة. الطالب اللي تم ترشيحه في عملية التنسيق لإحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة يسمح له بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع. لا توجد تحويلات ورقية. في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة بس، يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية. وفي النهاية يا ريت ما تبخلوش علينا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات، واللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.